الأطفال كانوا بيحبوه تقريبا لما طلع قدام، كنت بحب أتفرج عليه جدا، بس الناس كلها كانت بتحبه عشان هو بقى يعني طيب وبيساعد الناس وعنده قدرات خارقة وحاجات بقى كده كتير. بس أنا بصراحة كنت أبص له النظرة التانية خالص، كنت أبص يعني بص المباني حلوة إزاي، ده كل اللي كان بيفتر معايا وأنا صغير، كنت بحب أوي شكل الحاجات دي. حتى أنا عايز أقول لكم على حاجة، مثلا أنا لما بروح المول، أي مول عامة، مش ببصص على المحلات بقى زي ما الناس كلها بتتفرج على المحل والحاجات اللي بتتعرض جوه، أنا ببقى ماشي بالظبط كده، إيدي في جيبي، باصص على السقف، الأعمدة، وأشوف بقى الديزاين، بالذات لو الديزاين حلو شوية. فلو لقيت أي حد بيعمل كده في المول ده أنا عادي مش حابب. نرجع لموضوعنا. سبايدر مان بقى كنت بحب جدا المباني بتاعته دي. بص بقى المشهد ده، المشهد ده كنت بحبه قوي بصراحة. هو بقى واقف فوق أعلى برج من دول كده بيتفرج على مدينة نيويورك كلها. كنت يعني كان من الأسباب اللي خلتني إن أنا عايز أطلع مهندس معماري عشان أقف يعني أبني مباني زي دي وأقف جنبها كده وأقول أنا اللي عملت المبنى ده. بس في الحقيقة بقى لما دخلت الجامعة طلعت مهندس معماري الحمد لله، ومعيد في الكلية، وبقيت بقى بعلم الطلبة ازاي يروحوا يعملوا شوبينج. فاتعلمت حاجة تانية مهمة أوي، إن أي مبنى لما يتبني في مكان لازم يكون مناسب للبيئة بتاعته والمناخ بتاعه وثقافة أهله وحاجات تانية كتير أوي. العصر لازم يكون مناسب لثقافة الأهل والمناخ وحاجات تانية كتير. يعني أنا مثلا أسألكم سؤال، ينفع نلبس اللبس اللي إحنا بنلبسه في مصر هنا في القطب الشمالي مثلا، لو طلعنا رحلة للقطب الشمالي أو أوروبا أو أي مكان من دول؟ أكيد لأ، لأن كل مناخ بيبقى ليه الحاجة المناسبة بتاعته. نفس الطريقة المباني اللي إحنا بنشوفها، لو اعتبرنا إن المبنى ده هو الطبقة الثالثة اللي بتحمي الإنسان، لو قلنا إن الطبقة الأولى هي الجلد، الطبقة الثانية الهدوم، الطبقة الثالثة هو المبنى، فلازم المبنى برضه يكون مناسب للبيئة بتاعته. فعشان كده عايز أقول لكم بقى على المبنى ده. المبنى ده سنة 2013 اسمه المبنى ده اسمه ووكي توكي في لندن. سنة 2013 حصل حاجة إن المبنى ده الواجهة بتاعته واجهة إزاز زي ما احنا شايفين كده ومقعرة شوية. الواجهة دي كانت بتجمع أشعة الشمس وتعكسها على الشارع اللي قدامه، تعكسها على الشارع اللي قدامه بالمنظر ده، لدرجة إن هي كانت بتوصل درجة الحرارة في الشارع اللي قدامه ل 92 درجة. 92 درجة يعني ده قربت على الغليان، متخيلين الموضوع كان عامل ازاي؟ لدرجة إن في واحد كان راكن عربيته في يوم في الشارع ده، عربية جاكوار على فكرة، يعني مش شباب بلاستيك، ركن العربية رجع لقى العربية سايحة كده. والكلام ده حصل في لندن اللي هي أصلا يعني لو اتكلمنا كده عن أشعة الشمس بتطلع قد إيه، في مصر مثلا ممكن نقول إن في شهر 6 الشمس بتشرق، يعني الشمس بتطلع عندنا متوسط تقريبا 14 ساعة في اليوم. في ألمانيا مثلا الشمس ممكن تكون بتطلع 21 ساعة بس في الشهر كله، الشهر كله 21 ساعة، يعني في اليوم تقريبا 42 دقيقة. في شهر واحد مثلا نلاقي إن الشهر كله ساعتين ونص، يعني في اليوم تقريبا 5 دقايق. متخيلين الشمس بتطلع 5 دقايق بس؟ يعني لو حد بقى مبسوط مننا كده ان خلاص خلصنا من الشمس بقى، الشمس بتضايقنا هنا؟ لا بالعكس، ده هم هناك يعني في ناس بيجي لها اكتئاب في الشتاء عشان ما فيش شمس. فبالكوا بقى ان الكلام ده كله حصل في لندن اللي هي الشمس بتطلع فيها 6 ساعات تقريبا، يعني قد نص عدد الساعات اللي بيطلع عندنا في مصر. فعشان كده احنا لازم ناخد بالنا ان المباني لازم تكون مناسبه للبيئه بتاعتنا، اي حد يعمل اي حاجة وتنفع يعني. بس يعني بعد اللي حصل ده، بعد اللي حصل في لندن، ناس كتير اتكلمت عن الموضوع في العالم كله، ازاي المباني بتأثر على المباني.
مباني بتستهلك طاقة كتير، لدرجة إن حتى في 40% من الطاقة اللي بتنتج بتستخدم في المباني، سواء بقى في إن إحنا بنشوف الخامات اللي إحنا هنستخدمها عشان يعني إنتاج الخامات اللي هنستخدمها في المباني، أو في البناء نفسه، أو في تشغيل المباني واستهلاكها للكهرباء. وإنتاج الكمية دي من الطاقة بيطلع تقريبا تلت الغازات اللي بتساهم في التغير المناخي اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي، اللي عامل لنا مشاكل كتير. عشان كده ناس كتير اتكلمت عن الموضوع، معماريين كتير برضو اتكلموا ان لازم المباني تكون مناسبة اكتر للبيئة بتاعتها، ما تكونش بتستهلك طاقة كتير. مشكلة المباني الازاز عامة ان هي بتدخل الحرارة جوه المبنى، الحرارة بتتحبس ما تعرفش تخرج، المبنى درجة حرارته تعلى، نبدأ نشغل التكييفات ونستهلك طاقة كتير ونضر بقى البيئة ونعمل كل الكلام ده. طب احنا لو وقفنا كل الطاقة دي وخلاص قفلنا كل التكييفات ومش هنستخدم الكلام ده تاني، تفتكروا ينفع؟ أكيد الموضوع هيكون صعب جدا. طب الناس زمان كانت بتعمل إيه؟ الناس زمان بقى خالص قبل التكييفات وقبل الإزاز وقبل كل الحاجات دي، الناس كانت بتعمل إيه؟ أنا عايز أقول لكم مثلا، ده يعني نسيت أقول لكم، في من الناس برضو اللي اتكلمت عن الموضوع طبعا عمدة لندن، بعد المبنى اللي سايح العربية ده، عمدة لندن طبعا طلعت اتكلم وإن لازم المباني تكون مناسبة أكتر للبيئة بتاعتها. حتى عمدة نيويورك، نيويورك اللي كان بيتصور فيها سبايدر مان اللي كنت بحبه جدا، لقيت إن برضو عمدة نيويورك طلع قال إن لازم المباني تكون مناسبة أكتر للبيئة بتاعتها، ولازم ناخد بالنا من استهلاك الطاقة وكل الكلام ده. طب الناس بقى زمان كانت بتعمل إيه؟ الناس زمان ما كانش عندهم فكرة الإنترنت اللي عندنا دلوقتي. إحنا دلوقتي مثلا لو عطلنا في أي حاجة هنروح فاتحين الموبايل نقلب شوية، هنلاقي إن إحنا نشوف مثلا الناس دي بتعمل إيه فنعمل زيهم نقلدهم. دي مشكلة التقليد ده، فإحنا نقلد. فزمان ما كانش في فكرة التقليد دي خالص. إحنا دلوقتي الناس كانوا مثلا في القطب الشمالي زي كده، درجة الحرارة هناك بتوصل لحد 50 تحت الصفر، وما قدامهمش أي حل تاني، مفيش قدامنا، مفيش حوالينا أي حاجة غير التلج، هنعمل إيه؟ يبقى لازم نبني بالتلج، مفيش حل تاني. فكم من الحاجات اللي هم عملوها إن هم بيبنوا الإيجلو، الإيجلو ده بالتجربة لقوا إن في نوع تلج معين، نوع التلج ده بيكون مكبوس بطريقة، يعني هو كده مكبوس بطريقة معينة، فيه هواء، الهواء مكبوس جواه، فده بيخلي وزنه خفيف، وكمان بيكون بيعمل زي عزل للحرارة. فممكن بالطريقة دي قدروا يعيشوا أكتر من 5000 سنة، قبيلة الإسكيموس دي في القطب الشمالي، قدروا يعيشوا أكتر من 5000 سنة في الجو الغريب ده. والسؤال هنا أصلا، يعني حد ممكن يقول لي أنا إزاي أصلا هبقى سقعان وهقعد في مبنى من التلج؟ إزاي؟ يعني أصلا سقعان. حاجة غريبة شوية. بس احكي لكم عن الموضوع ده واقول لكم ازاي كان بيحصل كده. الفكره في الايجلو ده ان هو بيكون مصمم بالطريقه دي ومعمول بقى على طبقات بالطريقه دي كده، تخلي ان اي كله على فكره بسيطه قوي، ان الهواء السخن كثافته بتكون اقل بتطلع فوق، والهواء الساقع بتكون كثافته اتقل فبيكون تحت. فهتلاقي ان الايجلو لو قطعناه بالنص كده هنشوف الشكل ده. الإيجلو ده معمول على مستويات كده، عشان المستويات دي نخلي الهواء الساقع يبقى تحت والهواء السخن يطلع فوق. حلو، احنا بقى نطلع نقعد فوق، ده اللي بيحصل. وكل ما يكون في ناس اكتر قاعدين مع بعض جوه الإيجلو يدفوا بعض اكتر، ان هما بينتجوا حرارة، اجسامهم كده كده درجة حرارتها بتكون ادفى من بره، فبيطلعوا حرارة فبيدفوا بعض. بيكون في فرق درجات حراره بين جوه وبره من 40 ل 60 درجه. يعني لو درجه الحراره مثلا بره 50 60 تحت الصفر طبعا، ممكن تكون عندهم ناقص 10 او حاجه، وكل ما يقعدوا مع بعض اكتر يدفوا بعض اكتر ويعملوا كل الكلام ده. في الحقيقه دي فكره ظريفه جدا، واحنا كنا بنعملها. يعني لو سالنا كده اجدادنا او شفنا كده البيوت بتاعت زمان، شوفوا قولوا لي السقف بتاعها كان ارتفاعه قد ايه؟ هتلاقوا ان السقف كان ارتفاعه عالي. ليه؟ عشان الهواء السخن برضه يطلع فوق واحنا نقعد تحت في الهواء الرطب، نبقى قاعدين في جو كويس. دلوقتي مفيش في الكلام ده، دلوقتي الارتفاع بقى هو 3 متر مثلا، 82 او حاجه وخلاص. طب نروح بعيد ليه؟ ممكن نشوف بقى من
مثال تاني في مصر مثلا، واخترت المثال ده لان هتلاقي اغلبنا عارفين شارع المعز، شارع المعز والقاهره القاهره الاسلاميه، ده بيت السحيم، هتلاقي ناس كتير عارفين المبنى ده. طبعا معمول من الحجر، سمك الحيطه يوصل مثلا ل 50 سم، فالحيطه نفسها تقيله، بتعمل عزل حراري ما تخليش الحراره تدخل لجوه. وهنلاقي ان كل الشبابيك كمان متغطيه بالمشربيات، للي مش عارف المشربيه، المشربيه هي اللي على الشمال دي، دي اسمها مشربيه، بتدخل اضاءه وتدخل هواء وتدخل اضاءه وتمنع اشعه الشمس المباشره ان هي تعمل جلير ابتدائي، فدي بتعمل كده. وكمان ليها جانب برضو في الثقافه، ان الناس تبقى من جوه شايفه كل حاجه، محدش من بره شايفها. احنا دلوقتي بقى بنعمل شبابيك الومنيوم وخلاص، دخل اشعه الشمس وبيتي يسخن، شغل التكييف وعادي. ده حاجه، ده مثلا اسمه ملقف هواء. ملقف الهواء ده كانوا بيعتمدوا عليه في البيوت دي، ان هو يدخل الهواء، بيكون موجه في اتجاه الرياح، الهواء يدخل، بيكونوا كمان حاطين جوه قله ميه، قله الميه بتخلي الهواء اللي داخل يعدي على ميه يترطب، يدخل لك البيت كانك قاعد في تكييف بالظبط. وزراعة بقى، يستخدموا الزراعة عشان تعمل دلج ترطب الجو، ممكن يستخدموا كمان نافورة مية تخلي الهواء ترطب، الهواء اللي داخل. عشان كده كانت بتوصل فرق درجات الحرارة بين جوه البيت وبره، ممكن توصل لفرق 10 درجات. عايز بقى أقول لكم على حسن فتحي. حسن فتحي ده من المعماريين يعني العظماء بتوع مصر. حسن فتحي كان عنده جود مقولة شهيرة جدا، بيقول إن أنا كمهندس طالما أملك القدرة والوسيلة لإراحة الناس فإن الله لن يغفر لي مطلقا أن أرفع درجة الحرارة داخل البيت عن 17 درجة. طبعا يعني إحنا دلوقتي ممكن نقول الراجل ده بيهزر. درجة الحرارة عندنا كام دلوقتي في البيت؟ البيت عندنا كله أصلا السمك بتاعه 25 أو 12 وخلاص، حلو أوي. قبل بقى ما نشوف الكلام ده، كل الحاجات دي امثله حلوه جدا بس قديمه. احنا بقى بنفس الفكر ده، ما نقدرش نعمل حاجه جديده تكون حاجات معاصره للوقت بتاعنا بالخامات بتاعتنا المتاحه لينا دلوقتي، حتى الخرسانات. لا ممكن طبعا، وفي امثله كتير جدا حوالين العالم. اخترت لكم شويه حاجات احكي لكم بس بيها عن الموضوع كده عشان تفهموه، هتلاقوا في امثله كتير جدا. زي مثلا دي مصدر سيتي ابو ظبي، مدينه مستدامه كلها، كانوا بيعملوا كل حاجه عشان يقللوا انبعاثات الكربون، من ان هم عندهم طبعا توليد الطاقه الشمسيه، استخدام خامات صديقه للبيئه، كانوا بياخدوا بالهم من كل حاجه، ان حتى حركه الناس بتخش عند مصدر سيتي تركن عربياتها بره وتنزل تتحرك، يا تمشي يا اما تركب عربيات كهرباء. كل ده كان طبعا بيأثر في انبعاثات الكربون وانتاج الطاقه وكل الحاجات دي. هي المدينه كلها كانت قايمه على كده، وده على سكيل مدينه يعني مش على حاجه صغيره. وطبعا زي ما انتم شايفين هتلاقوا الشوارع ضيقه، نفس فكره المدن الاسلاميه القديمه، كانوا بيعملوا الشوارع ضيقه عشان المباني ترمي ظل على بعض والشارع يكون درجه حرارته كويسه. وبيستخدموا استخدام المشربيات كمان، نفس فكره المشربيات اللي كنت بقول لكم عليها بس معموله بشكل جديد، برضه عشان ما تدخل اضاءه وتهويه وكل حاجه، بس برضه تمنع اشعه الشمس المباشره اللي هترفع درجه حراره المبنى. في مصر ده مبنى بقى في مصر، وفي مباني كتير، في مباني كتير موجوده في مصر برضه مستدامه وكده. يعني المبنى ده موجود في القاهره في التجمع شارع التسعين، ده بنك كريدي اجريكولا. المبنى ده واخد الليد دي هي شهاده عشان تقيم المباني المستدامه، هو واخد اعلى درجه في الشهاده دي. وطبعا بدون الدخول في تفاصيل المبنى محتاج وقت كتير عشان اتكلم عنه، بس انا اقول لكم ابسط حاجه. انتوا شايفين الفتحات قد ايه؟ فتحات كتير بس صغيره عشان نقدر نسيطر على الشمس واشعه الشمس اللي بتدخل ترفع حراره المبنى والكلام ده كله، هتلاقوا الفتحات كلها صغيره، وده اللي المفروض يكون بيحصل. بصوا اللي على الشمال دي كاترات شمسيه
عشان برضو الشمس لو جايه في زاويه ما تخشش جوه، المكان ترفع حرارته. وعشان احنا في الفيوم في اكزامبل، يعني ما يعني مثال زي ده طبعا ما ينفعش ابقى في الفيوم ما اتكلمش عنه. ده مشروع احياء منطقه الفخارين في النزله، يمكن يكون في حد شافه، من تصميم المهندس المعماري حمدي السطوحي. انا اشتغلت معاه وبدرس معاه في الجامعه. المبنى ده نقدر نقول ان هو مبنى كله، نقدر نقول عليه مبنى الخامه الواحده. المبنى ده كله معمول من خامه واحده اللي هي الزلعه اللي احنا شايفينها دي، القله. المبنى كله مبني من القله دي كده. اللي حصل ان هو الناس زمان كانت بتبني بالفخار او من القله دي، بس كان بيبقى فيه مشاكل في المباني اللي هم بيعملوها، كان ساعات السقف بتاعها بيقع. فهو خد نفس الفكره، عمل احياء تاني للتراث بتاعه، الصنعه بتاعتهم ان هم بيصنعوا الزلعه بالطريقه دي. الزلعه دي موجوده من هناك، بتطلع من الارض بتاعتهم هم بيبنوا بيها. فهو ساعدهم ان هم يبنوا بالقبه والقبو، وساعدهم ان هم يطلعوا المبنى بالشكل ده، وعلمهم ان هم ازاي يبنوا بيوتهم كمان كده. فكده بقى المبنى طالع من الارض، طالع من الناس. طبعا هيكون مرتبط بيهم اكتر بكتير من ان هو مبنى مبني من اي طوب وخرسانه وخلاص. وعايز اقول لكم ان المبنى ده كمان بيعمل عزل حراري، لان هو معمول من طبقتين من الزلع ده. انت احساسك وانت جوه كانك بالظبط قاعد جوه قله. فطبعا الموضوع بقى يعني بقى في فرق درجه حراره من 10 ل 12 درجه. فده طبعا من المباني، من الامثله الحلوه جدا، لان هو كمان خد الزلعه دي بالعلم وكده، يعني عمل عليها ابحاث، وعلى الطمي اللي بيستخدم فيها ان هو عمل عليها ابحاث في مركز بحوث البناء، زود عليه جير ورمل عشان يخلي الطمي ده يقلل معدل التمدد للكماش بتاعه ويخليه مناسب اكتر. والمبنى ده، من رغم من بساطته الا ان هو يعني كسب جوائز كتير عالميه. كسب المركز الثاني من جائزة باكو من تنظيم الاتحاد الدولي للمعماريين، وتم اختياره من أفضل 40 مشروع في بينالي باربرا في إيطاليا. فبعد كل الأمثلة اللي أنا قلت لكم عليها دي، أنا بقى لما جيت أعمل مشروع التخرج بتاعي كان قدامي حاجة من اتنين. لما جيت أتخرج قدامي حاجة من اتنين، المشروع بتاعي كنت بعمله بالسيول. كان ممكن إن أنا أعمله بقى برج إزاز زي اللي أنا كان نفسي فيه بقى بتاع سبايدر مان، يا إما أعمل زي الأمثلة اللي احنا شفناها دلوقتي. فانا اللي عملته ان انا رحت سيوه، شفت الناس بتبني ازاي، ايه الطرق اللي بيبنوا بيها وايه الخامات اللي بيبنوا بيها. فهم لقيت ان هم بيبنوا من الكرشيف، طبعا زي ما انتم شايفين الفتحات صغيره عشان اشعه الشمس وكل الكلام ده، بيبنوا من الكرشيف. الكرشيف ده عباره عن صخور ملحيه بتطلع من البحيرات المالحه اللي عندهم، بيزودوا عليها طمي وكده ويبداوا يبنوا بيها. انا شفتهم بيعملوا ايه، بنيت زيهم. حتى الصورة دي اللي مصورها من هناك، ده بنك القاهرة، بنك القاهرة في سيوة. بصوا شكله عامل ازاي، متعملش من خرسانة وطوب وحاجة كده، لا بالعكس، شاف الناس هناك بتعمل ايه وعمل زيهم، عشان كده بقى مثال محترم جدا. فعشان كده أنا عملت مشروع التخرج بتاعي في سيوة بنفس الطريقة اللي أنا شفتها الناس بتبني بيها. ما حاولتش أعمل أي حاجة، يعني حاولت أحط الأسلوب بتاعي بس برضه بنفس الخامات بتاعتهم. عشان كده طلع مشروع التخرج بتاعي بالشكل ده. بعد كل الكلام اللي انا قلته لكم ده، كل دي امثله طبعا لمباني ناجحه جدا، لان هي احترمت البيئه بتاعتها، قدروا يعملوا مباني ناجحه جدا. بغض النظر عن الخامه هي ايه، يعني بغض النظر ان هم بنوا من الزلعه او القله زي ما بنقول في الفيوم، او في سيوه بنوا بالكرشيف، أو لو إحنا هنبني بالطوب أو الخرسانة. شفنا مصدر سيتي وبنك كبير كنا مبنيين إزاي من طوب وخرسانة، بس مبنى مستدام. الفكرة كلها مش في الخامة، الفكرة في المعماري اللي يفكر إن هو إزاي يخلي المبنى يكون مستدام، يحافظ على البيئة ويحترم ثقافة أهلها. بعد كل اللي أنا قلت لكم عليه ده بقى، إحنا عايزين نستغل السين بتاع اليوم النهارده بتاع سلوز روجينج كلاس، ان
ان احنا نبص حوالينا كده نشوف احنا ايه حوالينا تاني بنقلده وهو مش مناسب لينا. هنلاقي حاجات كتير غير المباني الاساس. نصيحتي بقى ان الحاجات اللي احنا بنقلد فيها الحاجات دي هتلاقي ان هي مش مناسبه لينا وكمان بتضرنا باي طريقه كانت. نصيحتي بقى ان احنا نشوف الحاجات دي نتخلص منها